إلهي بلغ الروح. الحمد لله. هل أنت ممن يحرص على أن ينظر في المرآة وأنت كذلك قبل الخروج من المنزل؟ الجميع كذلك، لكن السؤال، أنتم تراجعون الهندام أم الابتسامة؟ أنا أدعوك إلى أن تراجع ابتسامتك عند النظر إلى المرآة، لأن جمالك الحقيقي ليس في جمال مظهرك، إنما في طلاقة وجهك. والدليل على طهارة القلب وضاءة الوجه بابتسامة جميلة. تصدقوا على الناس بابتسامة وتابعوا هندامها وطلاقتها قبل أن تنظروا في المرآة للهندام والثوب وجمال المكياج. أجمل جمال تبسمك في وجه أخيك صدقة. بلغ الروح لقاه ففيه الشوق.